يسعد مساكم. طبعا هذا الفيديو حبيت اعمله بسرعة لان انا هلا وصلتني معلومة حبيت اوصلكم اياها كمان. بس في عندي ملحوظة صغيرة للي عم يدخل على الفيديوهات تبعي ويسب، هذا دليل على تربيتك. يعني اعتبر امك او اختك عم تقرأ او عم تشوف البوستات، ترضى تشوف هاي المسبات اللي انت عم تنزلها؟ طبعا هلا كل شي ايميلات وهمية عم يسب عم بعمل له حظر مشان لا بقى يشوف الفيديوهات نهائيا، بس هلا كل شي صاحب فيس حقيقي بدي ينزل صوره وبدي ينزل المسبات تبعيته ببوست خاص وخلي الناس تشوف تربيته. هلا بدنا نحكي عن موضوع لم الشمل يا جماعة. اللي عنده عيلة مقيمة في لبنان، يعني عيلته اقامتهم قديمة بلبنان، اخذين اقامة سنة، يروحوا على السفارة على الشباك رقم 1 ويقدموا الإقامة تبعيتهم والوراق، هن بياخدوا منهم العنوان ورقمين هاتف بلبنان، وبعد 15 يوم إن شاء الله بيتصلوا فيهم بيخلون يعملوا المقابلة. طبعا هاي صارت أكثر من حالة، وهلا في عيلتين طلعوا عن طريق زميلي رأفت، الكل بيعرفوا هون بالمجموعة. هاي بالنسبة للإقامتهم القديمة. بالنسبة للإقامة الجديدة لسه ما عنا فكرة، عم نتابع هاي الموضوع. في بوست نزل من شغلة أسبوع، صبية قالت أنه طلعت إقامة جديدة ومش الحال، بس نحن هلأ ما بنتأكد إلا عن طريق أشخاص معارفنا. هلأ في شخصين من معارفنا إن شاء الله بدهم يمشوا بهالإجراء، في حال زبطت خلي الكل يعمل إقامة بلبنان لمدة سنة أو لمدة 3 سنين، لأن هي أنواع الإقامات هناك، إقامة عمل ولا إقامة سكن، بيعملوا هاي الإقامة ويروحوا على النافذة رقم 1 وربي ييسر أمور الجميع. وبرجع بقول اللي بده يسب هذا دليل تربيته، يعني انت طالع بايدك شيء اعمل فيديو يا اخي، والله ما حدا بيزعل منك، فيد البشر، بجوز معلومة انت بتعرفها غيرك ما بيعرفها، وربي ييسر الجميع. اخوكم محمود.